شكرا اخ الرئيس. طبعا شنو صباح قلت؟ الخير. شنو قلت؟ سألت من؟ نعم، ايش قلت لي اسمي؟ الاخ الرئيس. لا الاخ الرئيس هاي خلها، صباح الخير. يا معالي الرئيس يا ما تقول شيء. لا لا، الاخ الرئيس، اخ الرئيس هاي بلد ثانية. لا لا، احنا نتكلم زملاء عمل لا يعني عادي. انا ما قد سمعت واحد يقول الاخ الرئيس. لا تقول لي يعني معالي عادي. الرئيس او لا تقول لي شيء. انا لا 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 اخوك عادي. ولا بعرف اخوك. وانا بعد ما شفت مجلس تفضل في اللائحة. تفضل. زين، في نقطة، لأن في ناس قد أسيء الفهم أن أنا قد أسأت لعائلة المسلم، فأنا أعتذر إذا قد أسيء الفهم لها. وفي نقطة ثانية مع الرئيس، يعني أنا أطلب يعني حتى من جانب ثاني، أن في كلام أنت ذكرته علي في صفحة 21 صفحة 22، وأن قلت أن اقعد أكبر ما في خيلك ركبه. فأنا أطلب بعد أيضا في اعتذار، طالما أنا اعتذرت على أساس أنه ما صرنا أنا أتكلم عن نقطة واعتذر، تقول إحنا في مجلس نتكلم عن قانون. هاي النقطة. والنقطة الثانية ان احنا ما في مجلس من 2002 قد خالف اللوائح والقوانين. احنا الحين، انا الحين اوكي، الحين المضبط دخلته هذه عليه تعديل، المضبط الثانية اللي طافوا ثنتين، ليش لم يعرضوا الى الان على المجلس التصويت عليهم؟ تبي تبي المجلس صوت؟ اي صوتوا عادي، حتى مع ولا ضد لازم صوتوا. انا بقول لك شيء، انت الحين قاعد انت تبي التصويت على بقاء المضبطة او بقاء كلامك بالضبط اللي هو يسيء اللي تم الرئيس التنفيذي، اللي انا اعتبرته اساءة للرئيس التنفيذي بالضبط، وتبي النواب يصوتون على الجلستين اللي فاتوا. اوكي، تبي النواب اصحاب سعادة النواب يصوتون على ان انت المضبطة تم. نعم. لانك انت اسأت للرئيس التنفيذي. المجلس يوافق او انت حين واثق من نفسك على... انت واثق من نفسك ان النواب، انا قاعد احميك. نعم، انت واثق من نفسك انا وافقه إن وبوافقه، هاي شيء مو شأني انا، المجلس له صلاحيه القرار. ما عليك، خلنا نكمل، كلامي. انت واثق من نفسك ان النواب بيصوتون على المضبطه؟ صوت ما صوتش، يرجع لهم حريه الراي. كيف حريه لهم؟ كل واحد كل طيب. واحد انا 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 بقول لك شيء. نعم، انا بقول لك شيء، ويمكن هذه سابقه تاريخيه. نعم. في المجلس او اي مجالس ثاني، وتعاهدني ان انت اذا انت تقول ريال تقول انا موافق على اللي تقوله. نعم. اذا اصحاب السعاده النواب وافقوا تظل اساءتك للرئيس التنفيذي السابق مال المجلس، انا اقدم استقالتي واطلع من المجلس واطلع من الرئاسه. وانت نفس الشيء، اذا هم صاروا في صفك انا اطلع. لا لا، واذا خلنا نكمل. واذا اسمحت واذا انت اسمع، واذا انت طلعت صح ووافقوا النواب على كلامك ان انت تظل الاساءه اللي انت قدمتها حق الرئيس التنفيذي، فمعناته انت نفس الشيء تقدم استقالتك وتطلع. لا ما له شغل. لحظه، ولا شغل، هذه خالف القانون اصلا. احنا بلد ديمقراطي وتقبل وجهات النظر. انا قلت لك سابقا، يمكن اذا انت الحين تقول متاكد من كلامك. اي ما لي شغل، انا ما اضمن اللي بيصوت كل واحد لرأي التعبير. انا ما لي شغل اجبر احد يلا قول. على الموافقه. لحظه، اي يلا قول. انا كان قلت لك انا لا في بلد ديمقراطي. تبي صوت عليها؟ صوت. وبعطيك مهله الاسبوع الجاي. بس اتفاقك هنا يخالف القانون اصلا. اسمع، بعطيك مهله الاسبوع. ليش خايف؟ لا ما خايف انا، ولا الشغل ولا وافق انا. يلا تعال هني. انا قد اتفق مع نائب ونفس الوقت. لحظه، اسمع. لحظه. انت الحين ما تقول واثق من النواب انه بيصوتون لا ما لي شغل صوتون ما صوتون لي، انا حسب اجراء. ليش تبي صوتون؟ الماده 53 قالت ان انا من حقي اعترف ويعرض على المجلس التصويت فيه دون نقاش. اوكي، انت انا خلي يناقشون. وافق انا اليوم اعترض معاك. ما يناقشون، هي موافقه او لا؟ اي خلي يوافقون، خلي يعترضون. اذا وافقوا انت عطني. انا بيني وبينك لا، ما يصير الاتفاق ذي خالف القانون اصلا. اخ انا كاخ، انا براهنك اي انت تطلع من المجلس او انا اطلع من المجلس. لا لا، ما له شغل، هاي خالف القانون، هذا خالف الدستور. ليش خايف؟ لا مو خايف، هاي حرب خايف. الديمقراطيه خايف. يعني انا قاسم اجبرهم. لحظه، هذه انا قاعد كانه انت قاعد تجبر النواب ان انت ويا معي يا ضد، يا ابيض يا اسود، هذه غلط. هاي اللي تبي انت؟ لا 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 لا، هذه تصويت، احنا كل شيء نصوت على مراسيم، نصوت على مشاريع. صوت على اساءه، في نائب ما في اساءه. وين الاساءه؟ تبي اعيد لك المداخله الحين؟ اقول انا عندي المداخله وعارفه. اي تبي اقولها لك الحين؟ وين الاساءه؟ فيهم يحكمون؟ اي اساءه؟ انا اعطيك، ما انا بصوت الحين. الاتفاق ذي اصلا خارج. انا فاجاتك، ما انا بصوت الحين. صوت الاسبوع القادم طبق اللائحه مع كم خلصت السالفه. بس نطبق اللائحة. بس انا اشهد وياك اذا انت تقول كفو يلا. لا كفو على اللي يرضى واللي ما يرضى. انا بس انا اقصد اعرض على الجلسة الاسبوع القادم. التصويت الاسبوع القادم، جلستين الاسبوع القادم بنصوت عليها. ايه، اساس ما تقول فاجأتك. تحاجونهم وتتكلمهم. ايه، حق يصوتون. تفضل.